أكد أمين صندوق الشعب البرلماني النائب حمد عادل العبيد أن حصول مقترح البند الطارئ الذي تقدمت به دولة الكويت وعدد من الدول بشأن القضية الفلسطينية على غالبية الأصوات في الاتحاد البرلماني الدولي يعد إنجازا ورسالة واضحة بأن شعوب العالم تقف ضد الهجمات الشرسة للعدوان الصهيوني على غزة وفلسطين المحتلة. جاء ذلك في تصريح صحفي للعبيد عقب اجتماع الجمعية العامة لمؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي 147 المنعقد في العاصمة الأنغولية لوندا، والذي شهد التصويت على المقترحات المقدمة كبنود طارئة للاتحاد. انتهينا من اجتماع الجمعية العمومية للتصويت على البند الطارئ. طبعا تقدمت دولة الكويت بمعية دولة الجزائر باقتراح بند طارق لوقف الحرب ووقف اطلاق النار في غزة ووقف الانتهاكات على حقوق الإنسان، وقد تبنت المجموعة العربية هذا المقترح، والحمد لله رب العالمين تم رفعه إلى المجموعة الإسلامية، وتم انضمام الجمهورية الإيرانية، وكذلك تم انضمام أندونيسيا كذلك لهذا المقترح، وبعد ذلك تم انضمام جنوب أفريقيا معنا في هذا المقترح. الحمد لله رب العالمين استطعنا بعد التنسيق أن يسحب كذلك البند الطارئ المقدم من دولة باكستان، وكذلك البند الطارئ المقدم من ماليزيا، والحمد لله رب العالمين استطعنا قدر الإمكان أن نحشد لهذا المقترح ولهذا البند الطارئ. وصلنا اليوم إلى الاجتماع وحققنا أغلبية بفضل الله سبحانه وتعالى، وأوصلنا رسالة واضحة للعالم أن أغلبية نواب العالم مع وقف إطلاق النار على غزة ووقف هذه الهجمات العبثية. حصلنا على 607 أصوات مقابل المقترح الأوروبي اللي حصل على 507 أصوات، ولكن لم يحظى هذا البند الطارئ في القبول بسبب أن اللائحة تنص على أنه يجب أن يكون هناك ثلثين، يعني أن يحظى بثلثين الأعضاء الحاضرين.